بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. لا سي قسمكاني دلالتي لفظي، يعني دلالتي مطابقة وتلمن والتزام. باسی دلالتی مطابقه من کرد که افرادکی تفاوتی نابه لوزوح و خفاده پس ما کارک من ببینیم ادی هینانی معنای کی واحد با چند ترکیبی مختلف کل وزوحی دلالت دا فرقی انها به بچی دکرید ولا بدو قسم كان دي كي دلالة ذكرية بدلالة تلمن التزام جاء مصنف جل إذا مدى باسي ويدكاد ويتأتى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات أو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كلابيش باسكرا أو بتسي حاصل ده به ممكن ده بيت ولا بوسيلي دلالة أقلية كان بالعقلية من الدلالات كدلالة أقلية كان دو دانب دلالة تلمنو التزام بوتي لو دوانا دا مقر أفرادي أو دوانا لا وزوحي دلالة دا فرقي أنها يدقل يكتر أوش دلالي والله بوسيلي وان مقصود ما حاصل دا بيت لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح شنكو دكريد لو دوانا دا مراتب لزوم لوزوح خفادا فرقها بيت وأن مراتب لزوم يعني شي أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التلمن ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام وأنيا يعني أو مراتبك مختلفة مراتب مختلفة كتير ولا مراتب لازم بوني أجزاء بو كل كي خويا ونيا ذكر أو تفاوتي هبيت حليبون سونا مثلا أما هروكو جزء هيا جزء الجزء إيش هيا حليبون سونا كمعلومة مرتبي وأنا لوزوح وخفادة فرقي هيا حالي بوية سونا أو جار لدلالة التزام دا مرتبي لزومي لازم كان بو ملزومي وانيا أو مراتبش لوزوح وخفادة فرقي دبيت وانيا باشا بتزورك فرقي دبي ولا وهذا في الالتزام ظاهر هذا يعني اختلاف مراتب لزوم لدلالة التزام دا شتيكي ظاهر معلومة كمراتب لزوم يعني لازم كان واني همو لزوم كان وكويك واضح نيا حالي بيوتونا بلكو اختلاف مراتب ينهيا حالي بيوتونا هذا اختلاف مراتب لزوم لدلالة التزام دا شتيكي ظاهر واشكرايا بوشي شتيكي ظاهر واشكرايا ولا فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقالا منه إليه لقلة الوسائط أو لعدم الوسائط أو شيء كتبا باجبو تنجاري وأصلا لبين لازم ملزوم كذا أصلا واسطانيا حتى يقوى ستجنيا وانيا فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء بويا شتيكي ظاهر معلومة اختلاف مراتب لزوم چونكو دكريت شتيك وكو كرم وكو جود حالي بويا سونا جودي زيد ذكر اللوازم كي متعددي هبت وانا جود بخوي
ملزومة دكري لوازمي كي متعددي هبت وكو شي وكو كثير الضيفان وانيا او جار كثير احراق الحطب او جار كثير الرماد حليبية تونا كبعزق لولا زمانا لا بعزق لولا زمانا نزيك تربيت لا اشتكى بنسبة بعزك ديكا وانيا وبعزك لولا زمانا انتقال لويرا بولا اشتكى سريع تربي حليوية سونا الان لبيني اوسي انا كسير الرماد كسير احراق الحطب كسير الضيفان وانيا معلومة انتقال لكسير الضيفان را بولاي جودي زيت سريع ترى شون أسان واسطانيا معلومة كابراغ ميواني زوربو ديارة جودي هيا وانيا بلام لبيني كسير إحراق الحطب لبيني جوادي دا يق واسطة هيا وانيا لبيني كسير الرماد جوادي دا دو واسطة هيا وانيا وقتك خاكستري آغري زورا پس ديارا إحراقي حطب زورا لماليوي وقتك إحراقي حطب زورا وانيا پس ديارا ميواني زورا وغزا زور دروز دكن حاليوية تونا البتا من هشتا يك دانشم نكود كسير الطبخ حاليوية تونا اما دتوان بيكينا توار دانش كسير الرماد كسير إحراق الحطب كسير الطبخ وانيا دقل كسير الضيفان وانيا او مبتدا كان زيد ايدي حليبو يتونا بعزق لولا زمانا انتقال لويرا بولا اشتمل زوما كسريع ترا لبرشي لبر كمبوني واسطة كان يا لبر نبوني واسطة وانيا اخلى بعزق ياندا لبعزق لو ندا لبيني لازم وملزومة كذا أصلاً يقوى ستجنيا وكل بين كسير الضيفان جوادد زيد كثير الضيفان يعني جواد حليبون سنة معلومة جميواني زوربو واني أوبو معناه كجودي هيا حليبوية سنة بلام لبيني كسير الطبخ أويش نزيادك لبيني كسير الطبخ جوادي دايق واسطه هيا وانيا لبيني كسير إحراق الحطب جوادي دا دو واسطه هيا لبيني كسير الرماد جوادي دا سي واسطه هيا حاليبون سونا دي معلومة هر وقتكي واسطه كم تربي يا واسطه نبيت وانيا أو وقتي انتقال للازم رابو لاي ملزومك سريع ترد بي حاليبو يتسونا بس ممكنة وانيا الان ليرا ممكنة كم ملزومك كهمان ملزوم ليرا بمعنى متبوعة وانيا چونكو جود شتيكا كأواني ديكا بتبعيوي بيداد ابن كابراغ جودي هبو ميواني زور دبي او نايديك تابعي جود حليبون سونا فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء الان ليرا دكريت ملزومك متبوعك كهمان كرم جودا دكريت جودي زيد با ألفاظكي كدان دراوة بو توابع مختلفة كا واني دكري متبوعة كا بألفازكي كدان دراوة بو توابع مختلفة كا بو ألفازي أدا بكري ألفازكي كبو توابع بو لوازم مختلفة كا دان دراوة كتوابع كش المختلفة الدلالة عليه وانيا كا أو المختلفة صفة ألفازيا وانيا الفازي كي كبو لوازم داندراوا وانيا
أو ألفازيا همان كثير الرماد كثير الضيفان أوانا أو ألفازيا دلالتي وان لسر ملزومك كهمان جودا مختلفة لجهتي وضوح وخفاوة أو ألفازيا دلالتي وان لسر ملزومك كهمان جودا تفاوتي هيا لوضوح لخفادا دلالتي بعضك ين لبعضك ديكا دلالتي بعضك ين لسر معنى جودي زيد لبعضك ديكا واضح ترى أو أي كواسطة كم تربيت وأن يان واسطة هر نبي حالي بيا تونا البتة لا دلالة التزام دا سببي واضح بوني دلالة فقد ونيا ها سببي واضح بوني دلالة فقد ونيا ك قلة وسائط عدم وسائط وأن واسطة واسطة كم ترهبي يا واسطة نبي حالي بيا تونا دسوقي زور جواني نسيوة نسيوتي والسبب في الوضوح في دلالة الالتزام إما كون اللزوم ذهنيا بينا تستوي فيه العقول وإما قلة الوسائط مع ضميمة الاستعمال العربي أو مع ضميمة ظهور القرينة جدا حتى كأنها المشهود وقد يكون الوضوح مع كثرة الوسائط عند ضميمة كثرة الاستعمال حليبية سنة بس أوي كباعسي واضح بوني دلالتك دب لدلالة الالتزام دا فقد قلتي وسائط عدم وسائط نية حليبية سنة جاري ويا واضح بوني دلالتك بخاطري أويا ك لبيني لازم وملزوم كذا لزومك الذهني بينها يا كهمو أقلكا فورا دركي دكا حليبون سنة ين وانك ين واضح بوني دلالة بخاطر قلة وسائط واسطة كما دقل اويك وانك دقل اويك او دلالة التزامية زور استعمال استعمال كراوة وان ين قرينش دقل ايدايا وان يعني واسطة كما لبين لازم وملزوم دا دقل اويك قرينه كش هي كإنسان بوسيلة وزو للازم كرا منتقل ببو ملزومي وانيا يا لملزومي را منتقل ببو لازمي حاليبو يتونا او جار جاري واشا حتى جاري واي واسطة كان زورن وانيا بلام دلالة التزامك اواند زور استعمال كراوا كفورا اتو فورا أتو للازم كرب وملزوم منتقل به وانيا يعني تساو وانيا بس أجوابت أو ملاك نيا كهر وقتيكي واسطة كان زوربون بس أجوابت دلالتك واضح نابي بري والله لو أنا واسطة كان لبيني لازم وملزوم ده زوريش بن وانيا بلام وقتك زور استعمال كرابت باعز دبك دلالتي دلالة التزامك واضح به حليبية سونا حتى جاري وايا واسطة كان زورن لبين لازمو ملزومي دا بلام قرينيكي او اندا قوي دا دندريت حليبون سونا كفورا اتو للازمي رابولاي ملزومك منتقل لبي حليبية سونا بس أوانا همويا دخالت يعني هيا لا واضح بوني دلالتك دا بس لدلالة التزام دا اختلافي مراتب فرقي اختلافي مراتب هيا حليبية سونا وكذا يجوز أو هشتا إدامي بحثي دلالة التزام وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها أو لزومه يا لزومه لبعضها أوضح منه للبعض الآخر هل وها دكريت يقدان لازم ملزوماتك يقدان لازم چندان ملزومي هبيت وانيا ك لازم بوني أو لازم يا بو بعضك لو ملزوماتا
واضح تربيت وانيا لا لازم بوني بيبو بعضك يديك وانيا لازم بوني او لازم يبو بعضك لملزومات واضح تربي حالي بيوت سونا او اختي فيمكن تأدية اللازم بالالفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء لذا ليرش دكري لازمكا وانا دكري لازمكا ادا بكريت بالفاظي كي كبو ملزوماتي والع كراوة وانا كأو الفاظيش او الفاظي بو ملزوماتي والع كراوة لا وضوح خفادة تفاوتي اندبي حالي بون سونا لا وضوح دلالته لا مخفيبون دلالت دا الفاظكا اختلاف ينهي تفاوت ينهي وانيا يعني دلالتي بعضك لو لفزانا لسر لازمكا واضحترا يا مخفيترا حالي بيه سونا او بس اولا دلالتي التزام ده حالي بيه سونا واما في التلمن اديلا دلالتي تلمن ده بوشي اختلاف مراتب لزوم هيا وأما في التلمن فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزء الجزء من شيء آخر وانيا لدلالة تلمن جدا بويدل اختلاف مراتب هيا چونكو الآن ذكرت معنايك وانيا ذكري معنى مقصودك مثلا معنى مقصودك جسم جسم ذكري او معنايا جزء قبيله شتي اول كهمان حيوان مثلا جسم جزء كلا حيوان دي حيوان با جسمي نامي حساسي متحركي بالاراده دلن الان جسم جزء كلا شيء أول كحيوانا بلام جزء الجزء أبو شيء كديك كإنسانا وانيا جزء الجزء أبو إنساني شن جزء كلا حيوان حيوان جزء كلا إنسان حالي بيه سونا دي باشا الان معلومة كم يقلو دوانا كم يقلو دوانا دلالتي وي لسر جسم واضح ترد بي حيوان وانيا فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه مثلا وانيا دلالة أو شتيك أو معنى جزئك لوي وانيا أو شتيك جسم جزئك لوي حيوان وانيا جابتها منزول لحيوان لفزي حيوان شون لفزك دلالة دكايدي وانيا او شتيك معنى مقصودك جزئك لي معنى مقصودك جسم وانيا دلالتي وي لسر جسم على ذلك المعنى دلالتي وي لسر جسم واضح ترى لدلالتي لفزي انسان كلفزي انسان ذلك المعنى جزء من جزئه لفزي انسان معنى مقصودك جزء الجزء بوي لفظي إنسان معنى مقصودك كجسم لفظي إنسان جسم جزء الجزء بوي البتة جسم جزء الجزء بو لفظي إنسان نابو معنى كيدي حالي بوية سونا مثلا سون مثلا دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه مثلا دلالتي لفظي حيوان لسر معنى جسم واضح ترى لدلالتي لفظي إنسان لسر معنى جسم وانيا شوكو
جسم جزء الجزء أبو جزء أبو حيواني بلان بو إنساني جزء الجزء حالي بو يتسونام دي معلومة أتو أقر لكل كرب ولا جزء بروي كلا دلالتي تلمون إش دواي دي شنكو أما كتن دلالتي تلمون لوجود دا تابعي دلالتي مطابقية يعني أتو لكل راب ولاي جزء دروي وانيا دواش أتو أقل لكل راب ولاي جزء بروي أول بولاي جزء دروي دواي بولاي جزء الجزء دروي وانيا دواش ما دام أول بولاي جزء دروي دي باشا جسم بو حيواني جزء بس فورا درك ذكري وانيا بلام جسم بو انساني جزء الجزء بس اقوابت برق درنك درك ذكري درنك تر درك ذكري وانيا يعني بسرعتك كم تر درك ذكري أتو لا إنسان را مستقيما بولاي لحيوان را مستقيما بولاي جسمي داروي بلام لا إنسان را مستقيما بولاي جسمي ناروي أولا بولاي حيوان نطقي داروي دواء لحيوان را بولاي جسمي داروي حالي بيه سونا يعني لدرجي دوام دايا لمرحلي دوام دا دبيت أوزار ودلالة الجدار على الترابي أوضح من دلالة البيت عليه هرب وجورة دلالة جداريش لسر تراب وازحتر لدلالة لفظ بيت لسر تراب بوشي شنكو تراب همان قل جزء الجزء بو بيتي شن جزءك لديوار ديوار جزءك لخانوك وانه لبيت بلام جزء الجزء بو بيت بلام جزء بو جداري حالي بيه سونا جا بعضك اعتراض يعني قرتوا كنت أنا ولا وانيا أو كاتو كتوتا جزء زوتر فهم دكري لجزء الجزئي وانيا أخا ما وامان كنت كنت جزء لجزء الجزء سريع ترفهم دكري وانيا شنكو أتو لكل را بولاي جزئي داروي وانيا يعني بيق مرحلة جزء دارك داكري شن لكل را بولاي جزئي برو يق مرحلة يا بلام بويك جزء الجزء دارك بكري دو مرحلة يا أولا لكل را بو جزئي داروي دو بولاي جزء الجزئي داروي حالي بوية سونا كابرا دالي والله وانيا برعكسا وانيا جزء الجزء سريع تردرك دكري حالي بويت سونا معترز وادلت وانيا فإن قلت بل الأمر بالعكس أقاتو بلاي ولا وانيا بل كشتكا برعكسا وانيا بوشي برعكسا بوشي معترز دلت ولا اشتكا برعكسا ولا بوي دلن برعكسا شن فإن فهم الجزئي سابق على فهم الكلي وانيا او ادامي دابالي رباجبو فان فهم الجزئي سابق على فهم الكلي وكذا فهم جزء الجزئي سابق على فهم الجزئي حالي بيه سونا معترز دلبابا اتو وقتك معناي كلك ديتا دا زهنت وقتك معناي كلك ديتا دا زهنت وانيا اولي واني معلومة كم ديتا دا زهن دي وانيا اولي اتو معناي جسم ديتا دا زهنت وانيا دوايا معناي حيوان بون ديتا دا زهنت جا دوايا معناي انسان بون ديتا دا زهنت حالي بوية سونا يعني اولا مثلا فرض كاتو وقتك انساني درك دكي اولا جسم بوناكي دزاني علم بجسم بوناكي پیدا دكي دو علم بحيوان بوناكي پیدا دكي دو علم بانسان بوناكش پیدا دبي
حالي بيسونا بس فهمي جزء مقدمة بس الفهمي كل دا أو دا حي فهمي جزء الجزء إيج مقدمة بس الفهمي جزء دا حالي بيسونا جالبتا لجهتك وأقصى راستي شيدي حالي بيسونا لجهتك وأقصى يا راستا شو أجر مقصود أوبيت أجر مقصود أوبيت ك مقصود أوبيت كمعنى يقدرك بكري مثلا معنى لفظي إنسان أجر مقصود أوبيت ك معنى لفظي إنسان درك بكري ونيا معلومة أتو بويك علم با كل معنى كبيدابكي ونيا جزء كاني دانا دانا واردي ذهن دبن ونيا جزء كان دانا دانا واردي ذهني إنساني دبن ونيا فز أولا تو علم بجزء كان بيدادكي ونيا أقواب علم با جزء كان مقدمة بسر علم بكل كدا أو جار أو جزء أش أقا جزئي هبيت ونيا علم با جزء الجزء كان مقدمة بسر علم با جزء كدا ونيا او جزء اش اول جزء كاني وي علم بجزء كاني وي بيداده كي دو علم با جزء كا بيداده بي حالي بون سونا اقا مقصود فهمي معناي لفظ كبت ونيا بلام لو جهت وقصي معترزة كراستا كفهمي جزء مقدمة بسر فهمي كل دا فهمي جزء الجزء إج مقدمة بسر فهمي جزء دا ونيا أولا دانا دانا علم بجزء كان بيدادا كي دوا علم بكل بيدادا بيدي حالي بيه سونا بلام خو بلام بلام لبحسي دلالة تلمون دا وانيا لبحسي دلالة تلمون دا شنكو أما كتن دلالة تلمون لوجود دا تابعي دلالة مطابقة فس أتو لا كل راب ولا جزء كان دروي وانيا فس أقوابت فهمي كلك مقدمة بسر فهمي جزء دا حاليبون سونا يعني أخذ دلالة تلمون أويا أولا أتو كلك فهم كي دوايا لا لا كل لا كل معنارة بولاي جزئك لمعنى منتقل بي وأو جزئيا قصد بكي حالي بون سونا بس قصي معترزك لجهتك وراس بو واني بلام لدلاتي تلمون دارازنيا ولكن المرادة شو لجواب دادلين قلت نعم واني لجوابي اعتراز دا دلين بلي وايا أو قصيك معترزك دلالة لجهتك وراستا لو جهتك كتمان حاليبون سونا أقا فقط فهمي معناي لفظي إنسان مقصود به هر وندا هج باسي دلالة تلمون دا قوري دا نبي مطرح نبي حاليبون سونا أو اختي دا بيش دا جزء كان درك دكرين وانيا علم بجزء كان بيدادة بيت دواء علم بكل معناك بيدادة بيت وانيا بس فهمي جزء مقدم ده بس فهمي كل ده وانيا بلام ولكن المراد هنا انتقال الذهن الى الجزء وملاحظته بعد فهم الكلي وانيا بلام خو وانك ليردا لبحثي مدى لو مقامي ده مراد لدلالة تلمن مقصود لدلالة تلمن اويك لوجود ده تابعي شنكو لوجود دا تابعي دلالة مطابقة يا واني بس مقصود اويكا لدواي فهمي كلكا واني جا ذهن لكلك راب ولاي جزء منتقل بيت واني و لدواي فهمي كلكا جزء ملاحظة بكري لدلالة تلمون دا مقصود اويا واني بس قوابة فهمي كلك مقدمة دي باشا وقتك فهمي كلك مقدم بيه لكل را أولا توب ولاي جزء دروي بولاي جزء الجزء
أو لا توب لا جزئي دروي ونيام كوابو فهمي جزءك أقل لك كل را حركتي بكي فهمي جزءك سريع ترى فهمي جزء لا فهمي جزء الجزئي سريع ترى سريع ترى حالي بو يسونا أويك ونيا أو أولا أو جوابي تسليمي بو ونيا يعني أما قبول دكين كفهمي جزء مقدمة بسر فهمي كل دا بعض وقتك ونيا واللي دلاتي طلمون داوانيا ونيا جوابي دوام جوابكي منعية ونيا يعني أصلا أما قبول لكن كفهمي جزء مقدم ببسر فهمي كل دا جاري وايا كل فهم دكري ده حالك دا أصلا جزء كهر جزءك اصلا درق ناكري بتفصيلي ها بتفصيلي درق ناكري والا اجمالا وقت كلك درك را اجمالا لازمني كلك دا جزء اج درك را ويدي حاليبون سونا او جوابك منعيه وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات الى الجزء شو اوشهر جوابي اعتراضك يا اني معترض دي كتف ان فهم الجزء سابق على فهم الكل ونيا دي كنت فهمي جزء مقدم بس الفهمي كل دا او الجواب دا تودلا والله هيش كمقدم نيا حتى جاري واصلا فهمي جزء هر لازم نيا جاري وفهمي كل دا كريت دا حالك دا كاسم فهمي جزء لازم نيا ونيا زور جاران هيا كا كل درك دا كريت بلان ببي اوي كتوجه بولاي جزئي بكري واني اصلا جزءك درق ناكري بتفصيلي كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء انه يجوز ان يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن الى الجنس هر وكشون شيخ الرئيس ابو علي سناج لكتيب الشفاء دا كتويتي ولا جائزة جاري والنوع خطور بكا بذهن دا وانيا يعني أتو جاري وممكن نوع تصور كي البته بإجمالي منظور أيدي مثلا دلي إنسان إنسان تصور ده كي بلام أصلا ذهن توجه هناك بولاي جنس كي وي كحيوانة يعني بتفصيلي حالي بيتونا جاري وأتو معنى إنسان ديني ده ذهني خود إنسان تصور ده كي فكر لإنساني ده كي وانيا إجمالا في كل إنسان دكيوة بلام أصلاً توجه بولاي جنسكينا كي كحيوانة بتفصيلي وانيا شنكو إنسان إجمالا تصور كردوا إجمالا فكر لإنساني كردوا توا نقبة تفصيلي كإنسان حيواني ناطقة حالي بيه سونا أوش جوابك ديكا ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له بس أجوابت أما باسي لفظي كيدكين وانيا أما باسي لفظي كيدكين كأو لفظيا معنى مطابق يكي إرادة نكري بلكو لازمي معنى يكي إرادة بكريد جا لازمي معنى يكي چه جزئي معنى بيت كود أوقتي ربطي دبي بدلالتي تلمن لازمي معنى يكي جزئي معنى بيت يان خارج بيلا معنى حالي بيتونا بهر حال أو لفزي كأما ديهنين لازمي موضوع له إلى إرادة دكين جاء لازمك لازمي موضوع له جزئي موضوع له بيت أو اختي دلالة لسروي تلمنا وانيا أو دلالة دلالتي تلمن يان لازمي أو شتي لازمي موضوع له يا خارج بلا موضوع له بلام لازمي ويا أو اختي دلالة دلالتي التزام
وانيا بوي دلت باشان بزانك او لفزي كان لازمي موضوع له إرادة دكري لوي وانيا مراد لوي لازمي موضوع له يا او لفزي يا مجاز دبي يا كناية دبيت او دوادي ثم اللفظ اللازم ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادته فمجاز وإلا فكناية واني بلام جا أو لفزيك مراد بوي لازم موضوع له يا لازم عامة سواء كان اللازم داخلا كما في التلمني أو خارجا كما في الالتزام واني وقتك مراد للفزك لازمي موضوع له بيد نخدي موضوع له يكا أو لازما ين داخل دبي لموضوع له دا جزئي موضوع له يا هل وكل دلاتي تلمون داوايا ين خارج لموضوع له لازمك ك هل وكل دلاتي التزام داوايا حليبو يتسونا فزاقوا باللازم يعني تي لازم يعني أوشتيك لقل موضوع له دايا جا چه جزئي ويبيت وانيا چه خارجيكي لازمي ويبيت چه شتيكي خارج بك لازمي ويا حالي بوية سونا لازم يعني اوه پیش اما خارجی اما پیش لازم و جزء لمقابل یک دانا بو وانیا تنگه دلال لفظک دلال لسر جزء بکا دلاتی تلمونه دلال لسر لازمی بکا دلاتی التزامه بلام لیه منظور لازم لازمی خارج بو لازمی که خارج بلا معنی موضوع له وانیا و الا جزء اشهر لازم ايدي جزء لازمي كليا وانيا يعني هر وقت هيك كل هبو جزء ايش هيا حالي بيه سونا چون كل بابي جزء اكي خوي خو وجودي نابت حالي بيه سونا بل ام ليرا امل لازم دلين لازم بو خوي جزء ايش دقريتا چون جزء ايش لازمي كلكي تيدي وانيا پس لازم لازم دو فردي هيا لازم ايكي كا جزئي موضوع له بيه وداخل بيه لويدا ولازم اكي كا خارج لموضوع له بيت وانيا جا او لفزي كا مراد لوي لازمة مراد لوي لازمي موضوع له يا اگر قرينها بو لسر اويكا على عدم ارادته اي ارادة موضع له اگر قرينها بو لسر اويكا دبي موضوع له ارادة نكريت قرينه مانعه بو قرينه مانعه بيدلن قرينه بو لسر اوي كدبي موضوع له ارادة نكري وانيا قطعا دبي ارادة نكري او اختي مجازي بيدلن وانيا وإلا اقا او قرينه وجودي نبو وانيا واتوب تواني موضوع لهش ارادة بكي قرينه مانعه وجودي نبو او اختي دبتا كناية فس أجوابت فعند المصنف الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم ونيام فس أجوابت للاي مصنف لمجاز لكناياش دا انتقال لهردو كان دا انتقال لملزوم رادا كريب ولاي لازمي لهردو كان دا ونيام البتة لكن بويدل عند المصنفي چون لكن سكاكي وانيا لكن سكاكي لا كناية دا انتقال للازمي رادا كريبو لاي ملزومي سكاكي بيوايا لا كناية دا انتقال للازمي رادا كريبو لاي ملزوم وانيا بلام مصنف بيوايا لمجازو لكنايش دا لهردو كان دا انتقال هل ملزومي رادا كريبو لاي لازمي انتقال للازمي رانا كريت وانيا اويش بنا بدليلك كوادله بوشي انتقال فقل لما لزوم رادا كريبو لاي لازمي وانيا بوشي برعكس كينيا اذ لا دلالة للازمي من حيث انه لازم على الملزوم
بوي انتقال فقل لما ملزوم رادا كريبو لاي لازمي انتقال لا لازم ونا كريبو لاي ملزوم شن لازم لو جهت وكا لازما دلال لسر ملزومي ناكت بوشي لازم دلال لسر ملزومي ناكت شن لواني لازمك لازمك اعم بيت واني اوقتي لوجودي برا وجودي ملزومك لازم نايا بس دلال لسر ملزومي ناكت حالي بيو سونا إلا أن إرادة الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز بلام لو أن دا فرق أن هيا هردو كان لو دا مشترك كلا هردو كان دا انتقال لملزوم رايب ولا لازمي بلام لو أجد فرق أن هيا كإرادة موضوع له لكناية دا جائزة شو قريني مانعي دا قل دانية كإرادة معنى موضوع له منع كربي بلام لا مجاز دا جائزني حالي بيت هنا البته يك نكتي تي داي اوا بو كتي لازم كتي لازم من حيث انه لازم دلال لسر ملزوميناك لازم لو جاتوك فقل لازم بي وانيا لو جاتوك فقل لازم بي دلال لسر ملزومي ناكات وانيا بو يواي كود شن جاري وايا جاري وايا لازمك هر وكو لازمة بو طرفك ديك بو ملزومك هر وكو لازمة بو طرفك ديك ملزومي شبوي اولا شو داوايا لازمي مساوي داوايا حاليبون سونا جا اما كتن لازم لو جهتو كفقد لازم بيت كو لازمي اعمى وانيا لازم لو جهتو كفقد لازم بيت لو جهت وك فقد لازم به فقد بلازم ده نظري بقري البته حتى لازمي مساويش اجا فقد بلازم ده نظري بقري خو لا وجودي لازمي را وجودي ملزوم لازم نايا چون ذكري لازمك لازمك اعم بيت وانيا بلام لو جهت وك لازمك ملزوم يجبه وانيا الان لازمي مساوي دوايا هر يقل دو طرفك لازمی شب و طرفکی دیگه ملزومی شبوی چون همیشه پیکه ونا هر طرفی پیت خوشت توانی به لازم در نظر بگری یا به ملزوم دیباشه پس لازم اما کتن لو جهتو که فقط به لازم در نظری بگری لوجودی و را وجودی ملزوم لازم نایا پس دلال لسر ملزومی جناکا برام لو جهتو که به ملزومی جبیت هر وکو لازمه ملزومی جبیت لو جهتو دلال لسر طرفکی دیگه دکا چون هر وکو لازمه ملزومی شه ده باشه لوجودی ملزومی را وجودی لازمه که لازم دید که طرفکی دی که حالی بوید سونه و قدم المجازا پس او دوانه بازده که نمال علمی بینده مجازو کنایا ونیا جلو دوانا كاميشان مقدم دكا بحثي مجاز مقدم دكات كدليل كي لردله وقدم المجاز عليها أي على الكناية لأن معناه أي المجازي كجزء معناها أي الكناية مصنف بحثي مجاز مقدم كردو بسر بحثي كناية دا بوسي شنكو معناي مجاز وكو جزء قوية لمعناي كناية البته وكو جزء وايا ها جزء نيا معنى مزاج جزء اك لمعنى كناية نيا بلان وكو جزء اك لمعنى كناية وايا بوتي وكو جزء وايا لأن معنى المجازي هو اللازم فقط شو معنى مجاز فقط لازمك يا لازمي موضوع له ونيا قريني ماني عشي دا قل دايا ناتواني خودي موضوع له إرادة بكي بس معنى مجاز فقط شيا معنى مجاز فقط لازمك يا ونيا لازمي معنى مطابقي بلام ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا بلام معنى الكناية دكري لازم وملزومك ببيكوا ونيا هرچن لازمك مقصودي أصليا بلام ملزومك جائزة إرادة بكري لكن آيدا وانيا دي باشا پس اقواب معنى مجاز جزء وانيا معنى كناية كلا
وانيا كناية معنى كيدة تواني مجموعي لازم وملزوم بيت بلا معنى مجاز فقل لازمك يا وانيا داش اللازمي بتني جزءك لمجموعي او دواني دي ديخو والجزء مقدم على الكل طبعا جزء مقدمة بس الكل دا بالتبع وانيا جزء مقدمة بس الكل دا بالتبع فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية والعن كوابو لولع لدانان اجدا بحث مجاز مقدم ذكري بس بحث كناية دا وانيا شم معناي مجاز جزء معناي كناية كلا حليبو يا سونا جزء ايش مقدمة بسر كل دابة تقدمي بالطبع تقدمي بالطبع بيشتري شكتومة تقدمي تقدمي محتاج إليه محتاج إليه بسر محتاجي دا ألانا منال جزء مقدمة بسر كل دا جزء تقدمي بالتبعي هيا وانيا تقدمي بالتبع أويك شتا مقدمك محتاج إليه بيت شتا مؤخرك محتاج ببي لاشا جزء محتاج إليها كل محتاج ببي كل بويك وجود بيدابك احتياجي بجزء كاني خوي هيدي وانيا باشا بوكتي معنى مزاز وكو 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 جزء اقوى على معنى كنايه نيكو جزء كتي وكو جزء اقوى على معنى كنايه ولا بويا واي كود وانما قال كجزء معناها بويا كتي معنى مجاز وكو جزء اقوى على معنى كنايه لظهور انه ليس جزء معناها حقيقه سنكو شتيكي ظاهرك معنى مجاز جزء اقلى معنى كنايه نيا حقيقه حالي بويا سونا بوتي بو معنى مجاز جزء إقلا معنى كنانية حقيقة ولا بوي وادلم شن فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم جزما وقطعا على وجه الجزم على سبيل الجزم أو قيدي لازمة وانيا شن كوبوي حقيقة معنى مجاز جزء إقلا معنى كنانية وانيا شخو معناه كناية مجموعة كنية مجموعي لازم وملزوم بقطعي حليبية سونا معناه كناية مجموعي لازم وملزوم كنية على سبيل الجزم والقطعي بقطعي حليبية سونا شنكو أمكتن لكناية دا لازمك مقصودة ملزومكش دكري دقلي إرادة بكريد ولي شاد خو ملزومك إرادة نكرابي وانيا بس خو معنى كناية مجموع دوشتك نية هميشة معنى كناية مجموع لازم وملزومك نية بقطعي هميشة حليبية سونا بل هو اللازم بلكو معنى لفظي كناش فقل لازمك يا مع جواز إرادة الملزومي واني الدقل أويك الدكري ملزومكش إرادة بكريت بعض وقتك ولي خو هميشة وانيا احتمالي هيا دقلويك احتمالي هي امكاني هيا درستا ملزومكش ارادة بكري دقل لازمك دا بلام او معنايك لفزي كناية هميشة دتوين بلين ديدات فقط لازمك يا حالي بيوتونا جا ثم او بس باسي او دوانا دكري مجاز كناية بحثي مجازيش مقدمة بسر بحثي كناية دا بلان بيز قلوانا شتيكي دي كش باز دكري كتشبيها تشبيهش باسي لدكري أو بوشي باسي لدكري خو لتشبيه دا لفزكنا دلاتي تلموني هنا دلاتي التزامي هيا دلاتكي مطابقة وانيا ادي بوشي اوي باز دكن اوش دلاء اخير او بوي باز دكريت چونكو مقدمة بو بحثي مجاز تشبيه مقدمة بو بحثي مجاز وانيا تشبيه يكيق لا
دو قسمكاني مجاز، أما مجازي أقلين هيا ومجازي لغوين هيا. مجازي لغويش بخوي دو قسمي هيا، مجازي مرسلو استعارة. جا يكك لدو قسمكاني مجازي لغوي كهمان استعارة، استعارة بناكي لسر تشبيها حالي بيو سونا كوابو دبي لبيش دا بحسي تشبيه بزاندريت طلبت بحسي كي دورو دريجيش او كديكا. ثم منه اي من المجازي ما ينبني على التشبيه. باشان بزانا ك قسمك لمجاز او مجازيك لسر تشبيه بنا دبيت وانيا دباش او قسم مجازي تشيكا لسر تشبيه مبني دبي ولا وهو الاستعارة. واني او قسمي لمجاز همان استعارية، استعارة التي كان اصلها التشبيه، استعارة كأسلكي تشبيه بوا اخي استعارة لأصل لا تشبيه دو دبي استعارة حالي بونسونا. فتعين التعرض له اي للتشبيه ايضا قبل التعرض للمجاز الذي احد اقسامه الاستعارة. فاز أقابل لازمة باز لتشبيه بكري أيضا وكو باز لما جازو كناية دكري لازمة بحث لتشبيه بكري بيج بحث كردن لمجاز كمجاز يكك لقسم كان استعارية، استعارش المبنية على التشبيه، استعارش بناكي لسر تشبيه هر استعاريك لأسل دا تشبيه. وانيا جا كابرا دالي باشا باش اما قبول دكين كدبي لفيج مجاز دا بحسي تشبيه بكري بلان بوشي فصلك مستقلي بوداناوا جاخو مقدمي بحسي مجاز يا وانيا بلان مصنف فصلك مستقلي بو تشبيه داناوا ندبو فصلك مستقلي بودانيت با بحسي تشبيه شي هلا هلا بحسي مجاز دا بحسي تشبيه كربا بعنوان مقدمي بحثي مجاز حالي بيه سونا يعني هل فصلي مجاز دا بحثي تشبيه كربا بعنوان مقدمة بعنوان مقدمة بو مجاز إدي فصلي مستقل بو داننا با دا حالك دا لو كتابي دا فصلي مستقل بو دانا اوش دالا اخر اوك فصلي مستقل بو دانا بخاطري اوك مسائلك زورة وانيا مسائل كي بحد كي زور تشبيه بو يا هاتو اصلا فصل كي جداغاني بو داناوا وانيا مسائل كي بحد كي زور او اند زور لا ذكر بدل فصل مجاز دا باسيبكا حالي بو يسونا. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة بل جعل مقصدا برأسه يا مقصدا برأسه چونكو لتشبيه دا مباحثك زور هبو وفوائدك زور هبو بويا قرار ندرا وبعنوان مقدمة بو بحث استعارة كلفصل مجاز دا بحث كرابا بلكو بو خوي كراوتا مقصودك مستقل فصلك مستقل بو داندراوا حالي بو يسونا كوابو اويك مقصودي اويك مقصودي ما لعلم بيان دا حسر دبيتا ولا تشي دا اويك مقصودي بالذات البتاوي كمقصودا شو مقصودي بالذات بوكو مجازو كناية يا مقصودي بالتبع بوكو تشبيه واني اويك مقصودي ما لا علمي باندا شو مقصودي بالذات شو مقصودي بالتبع به منحصر دبته ولا سيشد التشبيه والمجاز والكناية تشبيه مجاز كناية هالي بيتونا هل يرغب استنجد